ولد الهدى فالكائنات ضياء. الشرك والردى ومن عمل الشيطان والجبت والنصب وأدخلنا في خير دين يحبه ويرضاه دين الحق فالحمد للرب. كيف تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذا الشيطان؟ أما هو شخصه عليه الصلاة والسلام فأخبرنا أن الشيطان أيس منه وأن شيطانه أي قرينه أسلم فنجا منه صلى الله عليه وآله وسلم وهو معصوم. لكن كيف نتعامل نحن مع الوسواس؟ أولاً هناك وساوس تأتي من الشيطان في العبادات. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن للوضوء شيطان يسمى الولهان وللصلاة شيطان يسمى خنزب. يعني في عالم الشيطان هناك تخصصات، في متخصص للوضوء، في متخصص للصلاة، في متخصص للتفريق بين الأزواج، في متخصص للإيقاع في المحرمات، في تخصصات وفي دكتوراه وفي مراتب عند هؤلاء الشياطين. لكن كل هذا يدخل في دائرة إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الشيطان كيده ضعيف. من أين يقوى الوسواس؟ يقوى من الاستجابة. إذا الإنسان استجاب، إذا الإنسان خاف، إذا الإنسان استعظم هذه الأشياء. أولاً إذا جاءك شيء من هذه الوساوس فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وساوس العبادات الوضوء والصلاة وأمثالها، الإنسان يغسل وجهه مرتين ثلاثة، يتصور أنه في مكان ما وصل إليه الماء، هنا ما وصل الماء، يصلي ما يدري كم ركعة صلى، هذه يحتاج الإنسان فيها إلى أن يخفف الاحتياط، لأنه أحياناً الشعور بالاحتياط الشديد هو الذي يوقع الإنسان في شبكة الشيطان. الله رحيم وكريم ويقبل من الإنسان صلاته على حسب ما في نيته ويؤدي ما عليه قدر استطاعته بلا تنطع وبلا تشدد. كذلك العلم، الإنسان إذا تعلم يذهب منه الشيطان، لأنه يعرف أن هذه المسألة لها مخرج، هذه المسألة لها مخرج، يعرف سلوك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هناك نوع من الوساوس آخر وهو الوسواس الذي يأتي في الإيمان، وهذا الذي الإنسان أحياناً يستكبر والإنسان يشعر بأنه شيء خطير. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لنا إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول له من خلق هذا؟ من خلق هذا؟ من خلق هذا؟ حتى يقول من خلق الله؟ فإذا جاء كذلك فقل لا إله إلا الله، قل آمنت بالله. لم يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القضية وأنها خطيرة وأن هذا شيء صار يخدش في الإيمان أبدا. هذه وساوس تأتي في الذهن، غالبا أن الشيطان هو الذي يغزلها في الذهن، فإذا قال الإنسان آمنت بالله تذهب. في موقف آخر الصحابة قالوا يا رسول الله إنه ليأتي أحدنا شيء يعظم عليه أن يتكلم به، في خواطر الواحد يخاف يتكلم بها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو قد وجدتموه؟ هنا العلاج النبوي الجميل. يعني وصل لكم هذا الوساوس والخواطر التي تخوف؟ إيش اللي نتصور أنه يخوف الصحابة؟ أنه صار في خواطر وصلت أنهم صاروا يتفكروا في أشياء في الإيمان، في أشياء في ذات الله. أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال
ذاكم صريح الإيمان. هذا بين قوسين نبغى نوقف عنده شوي. إيش يعني يا سيدي يا رسول الله إيش صريح الإيمان؟ هذول يشتكوا من وسواس. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يعرف كيف التعامل مع هذا الشيطان المتلاعب. الشيطان مثل السارق، السارق لا يدخل البيت الخرب، لو جاء حرامي يلقي بيت خرابه يدخل يسرق منه، عارف انه ما في شيء. فاذا الشيطان اذا وجد في قلب الانسان الايمان يحاول ان يختطف هذا الايمان. فلهذا اذا جاءت هذه الوساوس يفرح الانسان، لان الشيطان يحرقه فرح ابن ادم، يعني يقتل الشيطان ان يراك انك فرحان ومبسوط. الخوف من الوسواس دائما يزيد الوسواس. كثير من الناس لما يأتيهم هذه الوساوس يخافوا من أن هذا يسبب لهم غضب الله وسخط الله. أبدا، تأكدوا أن الذي تأتيه الوساوس ويدفعها أنه يثاب عليها مثل ثواب المجاهد في سبيل الله، لأنه يدافع هذه العداوة من الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه رفع عن أمتي ما وسوست به نفوسهم، يعني هذا الوسواس الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الإنسان به. المشكلة الكبيرة دائما نجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينبهنا إلى أن لا نكون ضعاف. لابد ننظر للشيطان أنه ضعيف في تعليم رسول الله. الشيطان لما تسبه يفرح، يقول أوه خلاص ظن أنني قدرت عليه، أن عندي أنا قدرة، وهو ضعيف ما يملك شيء. لكن قال النبي إذا قلت بسم الله يصغر حتى يكون كالذبابة. أسلوب للشيطان يأتي للإنسان فيه عندما يريد أن يتوجه للعبادة. اليوم عزمت أنك تقوم تقرأ جزء من القرآن في الليل، يأتي الشيطان مباشرة يوسوس، ما في داعي، أجل بكرة إن شاء الله. طيب ابدأ من ليلة الجمعة، ليلة الجمعة ليلة مباركة، رمضان قريب، ابدأ من رمضان، ابدأ من العشر الأواخر. يجعل الإنسان يحاول أن يسوف ويترك العمل. فإذا رآك الشيطان لا مصر، الله أنا مصر أبغى أسوي العمل هذا، يأتي بطريقة ثانية، يأتيك بطريقة التشتيت. طيب اقرأ لك ربع جزء من القرآن وشوية صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تبدأ تقرأ القرآن يقول لك ترى الاستغفار أفضل لأنه تقلبك مظلم يحتاج تنظيف، تعطيك خواطر جميلة على الاستغفار. تترك قراءة القرآن تروح للاستغفار، تقول أحتاج استغفر الله 1000 مرة الليلة، تبدأ تستغفر الله 10-15 مرة يقول لك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه ما في زيها أفضل شيء. تروح للصلاة على النبي، عدت الليلة عليك لا أنت قرأت القرآن بحضور ولا صلاة على النبي ولا استغفار، شتتك الشيطان. أو إذا شافك لا والله أنت مصر وتبغى تقرأ القرآن يقول لك استعجل عشان بكرة عندك عمل استعجل. يبدأ الإنسان دائما يشعر بهذا القلق في العبادة فيستعجل ويفوت عليه الحضور. لا كنت أنا مصر ومجتهد في عبادتي، يأتي بالأسلوب الرابع وهو أنه يحاول أن يدخل العجب والرياء. أنا الآن قدرت على الشيطان وتمكنت من الشيطان والعاد يستطيع أن يوسوس لي، فيدخل هذا العجب ويدخل استعظام هذه العبادة فيذهب ثواب هذه العبادة لما دخل عليك فيها عجب أو رياء. أحيانا يدخل ب مرحلة أخطر من هذا وأكثر من هذا، يقول لك يا أخي أنت تتعب نفسك في العبادة، اللي مكتوب عند الله مكتوب، إذا كنت من الصالحين ستصل إلى درجة الصالحين، وإن كنت من الطالحين والله لو سويت ما سويت ما توصل. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس. يقول الله أنا قاعد أتعب نفسي، المكتوب عند الله قده مكتوب وأنا قاعد أجتهد هكذا. فإذا هذه الخواطر والتركيبات التي يأتي بها الشيطان لا يكاد إنسان يتوجه لرغبة قوية في العبادة إلا وتأتي هذه الخواطر وأشباهها، لأن الشيطان أساليبه معروفة صارت خلاص مشهورة وصار العلماء يعرفوها، والنبي صلى الله عليه وسلم أوضح لنا ذلك وجرد الشيطان من وسائله وأساليبه هذا. فخلاصة الأمر في التعامل مع وساوس الشيطان أننا نكره وساوسه ولا نلتفت إليها ولا نخاف منها، ونعرف أن الشيطان ضعيف
ونتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالذكر، ونجتهد في اتباع المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا اجتهدنا في اتباعه لم يستطع الشيطان علينا ولم يكن له سبيل علينا، فنكون بإذن الله من المتحققين بمعاني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. رسول أمين هاشمي معظم وسيد من ياتي ومن مر في الحقب، رحيم براه الله للخلق رحمة وأرسله داع إلى الفوز والقرب. صلى عليك الله دابا.